السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة كلاش رويال بسلسلة التحدي الكبير. في حلقتنا اليوم، إذا أنت ما شفت الحلقة الماضية بنصحك توقف تشوف الحلقة الماضية شو صار معنا بالسلسلة هي بالذات مشان تكمل. واليوم عم نكمل إنجازاتنا، بنكمل مع توقعات المشاهدين. طبعا إذا أنت ما توقعت أو حابب ترجع تشارك، فيك من هلأ قبل ما تكمل المقطع توقف المقطع وتتقول قديش تتوقع نفوز بهالتحدي. طبعا حنسأل هذا السؤال مرة تانية، يمكن بعدين ما بعرف حسب الحلقة شلون حتمشي أو شو حيصير. بداية قوية جدا صاروخية من خصمنا بهالمباراة. البداية الصاروخية هي مرعبة بعض الشيء، بس نشوف شو حيلعب التالي. والله بيستاهل بويزن هون، مستاهل ويتش مشان السكيلتون تبعه. نزلت الويتش مشان السكيلتونات الصغار تبعه يصدوا البرنس، ولكن استعمل الزاب ليقتل هالشغل. البرنس ضرب. لا لا لا، فكرته ما حيضرب، فكرته حيموت قبل ما يضرب. طبعا ليش ما الواحد صعب يعرف هالشغلات وما متعود عليهم؟ لانه بالنمط التحدي القاعده تبعك تنزل ليفل 9 والكروت بينزلوا، بقى بتكون مالك متعود على الفروقات ابدا. اذا نبلش بصاروخ قوي جدا على الجولم المسكين تبعي، نشوف هالهجمه تبعنا اذا حتنجح ولا لا. هي هجمه مركزه، نزيد موسكتير بشكلنا، اخذنا التاور و نتذكر انه هو عنده. حقوي الهجمة ب ويتش وبويزن. لا مو بويزن، نستنى شوي حتضرب الويتش. اذا اضرب ويتش بويزن، هلا بنحط بويزن، الاميرة بتموت ورا ببلاش. وزاب وقاعدته عم تروح، خلاص ما عاد يقدر، لازم يطلع من اللعبة. انا لو محله خلاص، انا لو محله خلاص. بكل الاحوال حابب يكمل بنكمل، بيهجم هجمة خيالية، نحط البويزن، هو حيقدر ياخد تاور وتلت تيجان على اول خصم لقلنا لليوم. له جود جيم، النتيجة صارت 3-0 ومستمرين بسلسلتنا اللي انا عم بحاول كتر منها قد ما اقدر، لانه في ناس بتحبها بس مو كتار. انتو مو كتار يا ناس بتحبوها. شفت اللايكات على هالحلقة او على هالسلسلة ما كانت كتير فظيعة. اذا انتو بتحبوها اعملوا لايكات، خلينا نوصل فوق 15,000 لايك مثل ما قلنا، وبركي من نقدر نعمل انجازات اكبر بهالسلسلة. انا بحبها كتير والله، فيها حماس من نوع غريب وبتطور من المهارات الدولز التحديات. حنزل هلا مبدئيا ويزرد هون، بيكا بعت له ميجا مينيون، بويزن هون. ما اللي حاخد له تاور، حياخد لي تاور. والله الميني بيكا تبعه اشتغل شغل عالي، يعني شبه اخذت له تاور، ما اخذت له التاور لسه. اخذت له يا ضربه، كمان ضربه بقيان ضربه لاخذ له التاور. ما علينا، حنحط نستنى شوي. مباراه صعبه جدا، عنده شوي تقدم ما فينا ننكر هذا الشيء، عنده تقدم ما فينا ننكر هذا الشيء. احنا اثنين حطينا الكسيرات، لاعب صيني، صرنا نعرف انه هذا لاعب ضدنا صيني. ليكو شاينا هذا لاعب صيني، لاعب صيني جولم. خلي التاور الثاني والله، بس انا ما عم فكر بهيك، انا مفكر اخذ 3 نجوم هلا او 3 كؤوس. هدفي هو 3 كؤوس. ما عم بقدر، ما عم بقدر. اخذت
تاج بس تاج تاني ما عم بقدر اوصل له. بدي استنى خدعة، بدي استنى خدعة بكون هاجم بكل قوته، بكون هاجم بكل ما اوتيه من قوس. والله ما عم بقدر. عنده أجوبة لكل شغلة أنا عم ساويها. جود جيم والله، والله لاعب قوي، عنده جواب لكل شيء. يعني أنا ما عم بهجم عليه، عم بيخلي البطاقات اللي هي ما عم بقدر أنا أتعامل معها كتير. الميني بيك، الميني بيكا لبين ما قتله بكون خلاص أكلت الدمج المطلوب. خصم جديد، نشوف شو وضعه. خصم جديد لنشوف شو وضعه بهالمباراة. حطها هون هالمرة. برنس عامل هيك. طيب معلش، هلا المفروض انا هو سابقني بتاور الدمج، انا هلا سابقه بالالكسير. هلا عندي هجمه كبيره، هاي الهجمه قد تاخذ تاور قد تاخذ 3 تيجان حسب بقيه ايده. يعني شو عنده كروت، شو عنده شغلات دفاعيه هجوميه. مثلا في انفيرنو تاور ممكن ما ناخذ شيء. جاينت ليكو عم يستعمل جاينت بطريقه دفاعيه مشان المعركه تصير هون. وهنحط لحنا بويزن، هو حط بويزن. ننزل ماسكتير، نستعمل زاب، استعمل انا زاب هجومي. اوه لو كان زاب اسرع نقطة بس. يلا بركي الميجا مينيون بس بيقتل البرنس قبل ما البرنس يوصل. يا عيني عليك يا ميجا مينيون. اذا قدرنا شوي نعوض من الوضع. هل هالميجا مينيون حيقدر يعمل شيء؟ لا ما حيقدر. عنده هجمة قوية ولا مركزة يعني ما بقول. ميجا مينيون مع جاينت صعبة هجمته، ما فيني صدها، فيني افكر دفاع دغري دغري الكسر حتى لو بدي احرق حالي. خلاص حتى لو بدي اعمل هيك. مباراة صعبة، خصوم قوية جدا عم تطلع لنا بالوقت الحالي. مضطر اني احطه هون. وهي ماسكتير، وهي ميجا مينيون، وهي ويتش. يلا يا ويتش، وهي ويزرد. ما عم بقدر دافع، ما عم بقدر دافع، ما عم بقدر دافع. آخر أمل هالماسكتير يعمل شيء. نحاول ندافع قد ما بنقدر. هاي بويزن دفاعي، ما قدر الماسكتير يوصل. و جود جيم، مباراة قوية جدا مرة تانية. كمان ما عندنا أي حل للكروت اللي بإيدين هذا اللاعب. إذا الآن دخلنا بعامل نفسي صعب. العامل النفسي هو لما يكون عندك خسارتين والخسارة الثالثة تنهي مشوارك. نعم تنهي مشوارك. نحن نحاول ما ننهي المشوار، نحاول نصمد، بس العامل النفسي هون حيكون له دور كبير كتير كتير وما لازم نستهين فيه. هنبلش بالميجا مينيون. برنس دغري بلش ويتش السكيلتون ياكلوا الضربة تبع البرنس. استعمل زاب، ما ضرب. ميجا مينيون دروب ضربة للايس ويزرد. ايه تمام، ضربة للايس ويزرد. هيك الوضع مقبول، حلو كتير. نحط جولم ومنهجم. هجمتنا انطلقت. نستنى نشوف شو الخيارات اللي بدنا نضيفها لهذا الجولم. والله ممكن هذا من هون، ممكن هذا من هون.
وهي بويزن. اوه استعمل اللايتنينج، استعمل اللايتنينج، بس يعني قدرنا نلحق بعض الضرر. تمام، قدرنا نلحق بعض الضرر، بس النتيجة الكاملة يعني طاقة 1584، طاقة تاور، وطاقة توري 1317. هذا بيقدر يضرب يطلع سكلتونات لسه. هلا كتير هجمة مهمة جدا، مع انه عنده افضلية، ها، لانه عنده 2 الكسير. هذا هلا طق قبل ما يموت، انا ما عندي غير واحد. مرة تانية بنشوف جاينت، استعمل ايس ويزرد بهالهجمة، استعمل ميجا مينيون وبويزن. ما حستعمل بويزن على ال، ما هستعمل بويزن على الإليكسر كوليكتر، هستعملها هيك ما استعملتها. حط زاب هجومي شوي عشان الجولم يضرب هيت زيادة. معلش، وهي بويزن جديدة، وأخدنا التاور، أخدنا التاور. 28 ثانية، أخدنا التاور. وقف لي هجمتي بأي طريقة. نبلش ننشر دفاعاتنا، ننشر دفاعاتنا مشان ما يعمل لنا شيء مفاجئ. زاب وانتصار، انتصار، انتصار. وبالوقت الحالي صاروا انتصاراتنا 4 وخساراتنا 2. وضع صعب بس حنكمل، وضع صعب بس حنكمل، لنشوف شو آخرة هالتحدي الكبير هاد، ونشوف. يعني انا جعبالي شوف الصندوق شو هيطلع لي فيه، يعني صار عندي فضول، ما بعرف ليش حاسس الصندوق حيطلع لي شي كبير. ببلش بجولم مشان هيك بلحقه دغري، بجولم لما فل الاكسير. هلا داخلين على معركة كتير كبيرة، نبلش بتنزيل القوات. هاد ميجا مينيون نزلوا برا البويزن شوي مشان يقتل ميجا مينيون تبع الخصم، بعدين يرجع للبويزن، يعني نوفر عليه شوية دمج. نعمل هون زاب، يلا يا ويتش بسرعة روحي لنا هالمينيونات. ما لفت عليهم، هي ضربة واحدة يعني انه كلهم خالصين. حط دغري الكسر كوليكتر، حتى لو ما معي الكسر كوليكتر، حتى لو معي الكسير قصدي، دغري ببعت الكسر كوليكتر عشان احصل على تقدم بالهجمة اللي بعدها، لانه انا متراجع بالطاقة، لازم انا اللي باغت بهجوم الجولم هالمرة. شاف الخطر، حس بالخطر، وبالتالي حط بويزن ليروح لي الالكسر اللي كانت حط طاقة وتقوي لي الهجمة أكتر، بس ما بيأثر. هلا أنا اللي باغتت بالهجمة، أنا اللي ححط حد لتقدم هذا اللاعب. نعمل هيك، نعمل هيك، وبويزن. ما في داعي لهدول والله، ما في داعي، لازم نلاقي حل دفاعي بيكون احسن. حط الماسكتير شوي يضربوا لهالجولم. انا اخذت التاور، وهي ويتش كمان ممكن يدعم شوي. والله اخذ لي واخذت له مباراة خيالية، والعامل النفسي صعب كتير بهالمباراة، لانه الخسارة تعني خروجنا من التحدي الكبير، بس تعني انه ناخذ الصندوق بقى وننبسط. نبدأ بارسال جولم جديد ونشوف شو حيصير. واضح جدا صعوبة الحال. استنى شوي، بركي الميجا مينيون بيضرب البيكا. نعم ضرب البيكا، ممتاز، وضرب الميجا مينيون، وهي زابها هدول.
هلا احنا عم نعمل هجمة نوعا ما المفروض تكون قوية نوعا ما. خلص الوقت، فينا نحاول شوي انه نضغط على قاعدته من الجهة الثانية. وزاب لكل شيء، قاعدته 300، قاعدته 153، قاعدته راحت. نعم نعم نعم، الغدر، هذا هو الغدر بالثانية المناسبة. روحنا له قاعدته بالوقت اللي ما كان متوقع انه تروح فيه القاعدة. 1000 جولد على هذا الفوز، يا سلام. اذا 5 انتصارات، 5 انتصارات، وشيء شيء خرافي، شيء خرافي. 5 انتصارات، عامل نفسي كتير صعب. حنطلع ولا حنضل بهالمباراة؟ والله أنا بكفي 5 اليوم، بكفي 5 اليوم يا شباب. تعبت تعبت. نعم، إذا هذا شكله حاسس إنه معه لافا، ما بعرف ليش حاسس في لافا هاوند. في سباركي نزل ويتش مبدئيا، نزل بويزن هون، اترك سباركي تضرب اول ضربة بعدين نوقف لها تاني ضربة. تمام، مات السكلتون اللي رايح لعند سباركي وخلصنا من السباركي ورا بدون ما تأذي الجيش اللي ورا، يعني فعليا المفروض. نعم، راح السباركي. وهي كانت خلاصة معركتنا الأولى بهالمباراة. ما فيني نزل الإكسر كوليكتر فورا هلا بهالثانية، لازم أشوف بركي نزل شي هون. ما نزل شي، إذا فيني نزل. لا هون، هي بدها هون. احتمال بخطته يكون عنده ماينر. نحط ويتش لينزل شوية سكيلتونات. يزعج هالبرنس. طيب نجهز بقى لهجمتنا اللي بدها مفروض تعطينا 1-0 اللي بدنا اياها بهالمباراة. مباراتنا مباراة 1-0، هي خطة استراتيجية لعب ضد هذا اللاعب. 1-0 ما بدنا، يعني على التعادل 1-1 ممكن نخسر، مالنا قده لنجيب الاثنين. احنا بس قوايا انه نجيب واحد. سباركي جديد، ماسكتير بويزن، زاب، ويزرد مع ماسكتير مع بويزن جديدة. ما في داعي، ما في داعي، ما في داعي. دفاع، دفاع 38 ثانية. غير جهة لحاله، نزل له جولم بالجهة الثانية. إذن بويزن هون، استنى شوي صغيرة. هلأ زاب، تمام، خلص الوقت، خلص الوقت على ما أعتقد. جود جيم، جود جيم، جود جيم. شو هالحلقة الخيالية؟ 6 انتصارات، شو هالحلقة الخاصة؟ شو والله هالحلقة ما بدها 15000 لايك يا شباب، ما بدها، بدها 20، بدها 20، لأني أنا تعبان. ما بعرف شلون بيطلع معي هالأداء. يعني لو كنت ما عم سجل كنت بوقف تسجيل وبروح برتاح، باكل بشرب ما بعرف شو بساوي، وبرجع بلعب لما أكون مرتاح. بس هذا التعب مع ما بعرف، حاسس طاقتي انتهت. هنحط إليكسر كوليكتر هون، بنلعب لنا الكارت الخطير ويتش. نزل مسكتير يقتل هذا، معلش نزل ويتش دفاعي، وهزمته لا يستهان فيها. اي زاب هيك، هزمته لا يستهان فيها. ميجا مينيون هزمته كتير قوية. يلا يا ميجا، يلا يا ميجا، لحق. ما لحق، 170 هزمته كتير قوية. احط الكسر كوليكتر تاني لاعمل له هجمه كتير قويه. هذا الهدف،
اخذ التاور. هاجم من الجهة الثانية، غيرت رأيي، غيرت رأيي تماما. ما شفت على فكرة الماينر ابدا الافكت تبعه على الارض انه ماشي، ما شفته. تخيلوا، هي يا اما تعب يا اما قلة انتباه، ما لحقت المحه. ويزرت مع الويتش، حلو الكومبو هون بهيك حالة. هاي بويزن، اخذنا التاور. هزيد الهجمة بمسكتير، ما حوقف الهجمة هون. وميجا مينيون، ما بعرف بركي الهجمة عملت اكتر. هحط زاب، يلا 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 ميجا مينيون، اضرب اضرب، ما بنعرف ممكن الهجمة تعمل اكتر. اضرب، ايه ايه ايه، كمان كمان. ويزرد حتضرب شي، هاي بويزن، حط ماسكتير. اوه وضعنا خطر بالدفاع، وضعنا خطر بالدفاع. يلا ميجا مينيون بيصد، بدنا نلاقي طريقة بس نخلص عليه. ما بعرف كيف، ما فيني احط اليكسر كوليكتر ابدا هلا، صعب. فرجيني، صعب 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 صعب. حط هذا دغري، والله حطه الاكسر كوليكتر ليسحب اللافا هاوند ممكن. خير، اي ويزرد ماس كتير من ورا، للاسف بالثانية اللي نزل فيها الماس كتير طلعوا السكيلتون تبع الويتش. هلا عم نحاول نعمل الهجمة القاطعة، يعني خلص يا بنربح يا بنخسر. بس ماني متفائل كتير، الوضع خطير. طيب نجرب هيك جولم، جولم ممكن يعمل ضغط كتير كبير. الويتش على الويتش، بويزن وزاب. يلا 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 يلا. انا لا، انتهت الرحلة 362. جود جيم، انتهت الرحلة. يا الله ملا رحلة، يا الله ملا رحلة. هي يعني فعلا مشانكم، مشان بيقولوا لي بدنا حلقات طويلة، هي حلقة مضاعفة، حلقة مضاعفة لوصلنا لهالإنجاز. سلسلة أنا كتير بحبها، ما بعرف ليش أنتم مالكم كتير حابينها، بس بتمنى أنكم يعني تحبوها أكتر. ما تنسوا تنزلوا تحت تعملوا اشتراك ولايك، وخلينا نشوف شو هيطلع لنا. 6200 جولد، 17 فاير سبيريت، 3 فاير بول، 35 مينيون هولد، أروز اي سفير 52، 10 ماسكتير. ليش الماسكتير كتير مطول ليتطور؟ 70 بومبر، 12 روكت، روكت قريب، صاروخ قريب، بس ما عم بلعبه كتير. واخر صورة هي او اخر كارد هو البولر، البولر بقى يعني له كارد واحد وبصير ليفل 5. واذا حابينه كمان قالوا لي ممكن لما يصير ليفل 5 اعمل له تشكيلة، هيك بكون فارط قوته اكتر. اذا هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة. ما تنسوا كمان اذا بدكم جواهر مجانية بالدسكريبشن بتلاقي روابط كيف تحصل على اموال جواهر مجانية، يعني اشياء مختلفة فيكم تستعملوا عن طريق الاندرويد، الايفون، في شغلات هيك شغلات هيك. جربوها كلها، اعطوها فرصة يوم يومين، وقولوا لي كمان اذا انتم حصلتوا جوائز ولا لا. كان معكم عمر اول جنجنون بهالحلقة الكتير كبيرة. اعذروني اذا تعبت ما قدرت اكمل، يمكن لو كان ارتحت يمكن كنت عملت شيء احسن من هيك شوي، بس بعتقد انه كانت حلقة حلوة بالنسبة لي. ان شاء الله انتم تستمتعوا فيها كمان. سلام.